فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأت المرأة الدم فتركت الصلاة، إذا رأت المرأة الدم فتركت الصلاة لكنه انقطع دون اليوم والليلة، فهل تقضي الصلوات التي تركتها؟ إذا لم يكن، إذا تبين أنه ما هو بحيض تقضي ما تركته من الصلاة، إذا تبين أنه ليس حيضا تقضي ما تركته من الصلاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.